هذا وأقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 47 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. وحضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال المال والأعمال والإعلاميون والمواطنون البحرينيون المقيمون في المملكة العربية السعودية، وجمع غفير من المدعوين. وكان في استقبال صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والضيوف الكرام لدى وصولهم معالي الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة رحب معالي السفير بصاحب السمو الملكي أمير الرياض وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وأشاد بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وحرص القيادتين الحكيمتين على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات. ورفع السفير والحضور أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة المباركة إلى مقام صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم، سائلين العلي القدير أن يكلأهم بعين رعايته وأن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أطيب الترحيب، شاكرا ومقدرا تشريفكم الكريم لحفلنا هذا الذي نفخر ونعتز كثيرا بمشاركتكم الطيبة فيه، انطلاقا من روابط الأخوة والمحبة والتعاون والتضامن التي تجمع بين بلدينا الشقيقين. بفضل التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاه، أننا نحتفل اليوم بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي 19 وعيد الوطني المجيد 47، وأنها تمثل عرسا وطنيا بحرينيا متميزا وتعكس فخر شعب البحرين الوفي واعتزازه الكبير بتاريخه المجيد وماضيه التليد وحاضره المشرق وتطلعه الدائم إلى مستقبل أكثر إشراقا. صاحب السمو، إن العلاقات البحرينية السعودية هي علاقات عميقة ووطيدة ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ، وهي تحظى برعاية القيادتين الحكيمتين وحرصهما المشترك على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية. وهنا لا يفوتني أن أسجل بكل اعتزاز والتقدير مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبدعم صاحب السمو ولي العهد الأمين إلى جانب مملكة البحرين في مختلف الظروف ومؤازرتها الدائمة لنا لمواجهة شتى التحديات التي تعترض مسيرة النهضة والإصلاح والتطور.
كما يهمني أن أؤكد حرص مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة وشعبها الوفي على الوقوف الدائم إلى جانب شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتضامن معها باستمرار في وجه كل التحديات التي تواجهها والتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. صاحب السمو الملكي، لقد قامت هذه العلاقات الحاضرة والمزدهرة على أسس راسخة وعمق تاريخي وروابط أخوية تعود إلى مئات السنين ومن بدايات إنشاء الدولة الحديثة في البلدين، ولهذا فهي علاقات قوية ومتينة ومتطورة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. إن المنجزات والمكاسب التي حققتها مملكة البحرين هي ثمرة طبيعية للمشروع الإصلاحي الوطني الذي أعلنه صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى منذ أن تسلم مقاييد الحكم في البلاد. وبهذا المشروع انتهجت البلاد نهج الشورى والإصلاح والديمقراطية الذي جعل من البحرين مصدر إشعاع حضاري وتنموي وديمقراطي في المنطقة والعالم العربي. وقبل أيام شهدت البحرين عرساً ديمقراطياً وطنياً، حيث اختار شعب البحرين أعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية في أجواء ديمقراطية حرة ونزيهة ذات مصداقية عالية، وكانت نسبة المشاركة من أعلى النسب حيث وصلت إلى 67.70% على التوالي. وهذا جاء تأكيداً لحرص الشعب البحريني على الالتفاف حول قيادته وتمسكه بالمشروع الإصلاحي وثقته بمؤسسات الدولة، وكانت النتائج إيجابية جداً حيث عكست إيمان المواطن البحريني بحكمة قيادته وإخلاص حكومته وقدرته على مواجهة كل التحديات التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وأمنها ونهضتها الحديثة. صاحب السمو الملكي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، يسرني أن أجدد ترحيب بكم في بيتكم وبين أخوانكم، وأشكر لكم حضوركم الذي يملأ قلوبنا بهجة وسرورا. والله الموفق إلى الخير والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.